ونتابع فقرة صحتك في وعيك من تقديم الدكتورة حنين علي. إلى هناك. أهلا وسهلا بكم في صحتك في وعيك، لأنه إحنا نناقش خيارات الحياة الواعية والصحية. فاليوم راح أناقش معاكم فكرة التدخين، وبالذات تدخين الشيشة. بالنسبة للسجائر العادية، يكاد لا يخفى على أحد مضارها على الصحة، تسببها بأمراض القلب والشرايين والسرطان وغيرها. لكن خليني أذكركم أنه كل سنة التدخين يتسبب بوفاة 5 مليون شخص حول العالم، وبحلول عام 2030 يتوقع أنه التدخين راح يتسبب سنوياً بوفاة 8 مليون شخص حول العالم. لكن ماذا عن الشيشة؟ للأسف الشيشة بالسنوات الأخيرة انتشرت بصورة كبيرة بين فئة الشباب، بدأت بالدول العربية وانتشرت بكل العالم. وللأسف أيضاً أنه هي يوم عن يوم تزداد هذه العادة أو الثقافة بالدول النامية، وبالعكس تقل في الدول المتقدمة. السبب بهذا الانتشار أنه انتشرت فكرة أو معتقد، ما أعرف شنو مصدره، بأنه الشيشة هي أقل ضرراً من السجائر العادية، أو أنه هي أقل تأثيراً ويمكن هي خيار أكثر أماناً منها. وهذا المعتقد اللي انتشر بين فئة الشباب خلاها تنتشر خصوصاً بين الطلبة والناس ذوي التعليم العالي أو المرتفع. لكن للأسف هذا المعتقد هو غير صحيح، وواحدة من أسباب انتشارها أيضاً أنه ماكو سياسة عالمية موحدة للتوعية ضد ضرر الشيشة على صحة الإنسان. خليني أحكي لكم الحقيقة عنها اليوم. للأسف الشيشة كونك أنت تدخن بدرجة حرارة شوية أقل من درجة الحرارة العادية، تدخن من خلال الماء أو تدخن مع منكهات، هذا لا يعني أنه هي غير مسرطنة وغير ضارة بصحة الإنسان. فالشيشة حالها حال السجارة العادية تزيد من مستوى أحادي أكسيد الكربون بالدم وبالمحيط، وأكيد هو هذا المسبب الأساسي لأمراض القلب والشرايين والرئة إليك والأشخاص المحيطين بك. فأنا اليوم أدعوك إذا كنت أنت تدخن شيشة أنك تعيد النظر بهذه العادة وتحاول أنك توقفها. خليني أذكرك إذا كنت تنوي أنك تعيش حياة سعيدة وعمر مديد، أن عمر المدخن، معدل عمر المدخن هو 10 سنوات أقل من الشخص غير المدخن. وإذا لا سمح الله شخص أحد بالسرطان، إذا قرر أنه هو يقلع عن التدخين بعد تشخيصه بالمرض، فهذا الشيء راح يزيد من نسب احتمال الشفاء عند هذا الشخص. خليني أذكركم بشغلة أخيرة، إذا كنت أنت تدخن شيشة أو أنت تدخنين شيشة، رجاء لا تشاركون هاي الثقافة أو هذا المعتقد اللي تمتلكوه مع الناس. إذا كنت أنت اليوم ما تنوي أنك تبطل هذه العادة، أو أنت ما واعي لمضارها واتخذت هذا القرار بدون وعي مسبق ومناوي أنك تبطلها، فلا تنشر هاي العادة على مواقع التواصل الاجتماعي بصور أو فيديوهات، لأنه أنت ما تعرف راح تبرمج منه على هذه العادة السيئة. وإذا كنت اليوم تتمتع بصحة جيدة، أنت شاب أو شابة، فأني أحب أقول لك لا تستهين بالتراكمات. فكر بعد 5 سنين، 10 سنين، بعد 15 سنة كيف راح تكون صحتك وأنت كل يوم تدخن شيشة وأنت متمسك بهذه العادة غير صحية. وأخيرا أتمنى لكم الصحة والعافية والسعادة. شكرا دكتورة حنين على هذه النصائح القيمة وجميلة، وبالتالي فعلا اليوم احنا لازم نستفاد من هذه النقطة. حصيلة الوفيات بسبب استخدامهم للسجائر والتدخين المستمر ممكن ان تعلو في العديد من المدن العربية بل حتى الأوروبية، وخاصة بالآونة الأخيرة اجتاحت النكيلة الإلكترونية الكثير من فئة الشباب، وذلك يعود لسبب تقمص عادات الغرب بطريقة سيئة دون الاهتمام بالجوانب الإيجابية. يا عيسى، خصوصا تحدثت بنقطة مهمة اللي هي الفيب الموجودة متروس، يعني مو فقط الشباب، حتى البنات حاليا دي يستخدمها، ممكن انه تسبب لك فدم بالرئة، ودعج عن الأرجيلة اللي يومية يستخدموها حتى بعدهم ما متريقين على الريق هو يشرب له تفاحتين، زين انه ما يعرف اضرارها، ممكن انه هاي شنو راح تسبب له، او انه يفتح نفسه عزيز يضحك
بما انه يدفع نفسه على على جباره. شوف يا عيسى، شوف يعني الصراحه من الملل الواحد يضطر يلجا لهيك اشياء. ملل تدخن ارجيله ولا وين الواحد يغير، نقول يكسر روتين يغير جو. بس يا عيسى صح، يعني مثلا مو بكثره، مثلا مو ثلاث او اربع مرات من اليوم، يعني مثلا تصدف اذا اريد يعني اشرب ارجيله كل ما اطلع، اللي هي كانت تصادف بالاسبوع مره او مرتين، مرات تصير ثلاثه اربعه يعني ازاد ثلاثة أربعة. قايل شو تقرأ بحياتي مش عارفها؟ ها؟ بحياتي مش عارفها. لا الصراحة يا عيسى شوف، هي طيبة بنفس الوقت صحيح لها مضار يعني كلش كبيرة. بس قلت لك أنا يعني إحنا نلجأ للنرجيلة مثل ما نقول كسرة الروتين. بس مرات يا مروة الأرجيلة يعني نفضلها إحنا بالليل ورا ما نتعشى، ومرات الصبح ما نتريق. زين أنا نسوي تريق نقوم نروح نشرب هذا؟ لا طبعاً طبعاً يا هذا اللي أنا بطلع طبعاً. هو هذا السلوك حياتي خاطئ. الكثير من الشباب إحنا ممكن نشوف إنه يتخذون هذا السلوك بحياتهم اليومية. ممكن أنت حكيت إنه على الريق واحد ياخذه، تعرف إنه هو هذا الأرجيلة بدل إنه باكيت جيجاير كامل. مروة الباكيت الواحد اللي هو يحتوي 22 جيجارة، بعدال مثل ما نقول احنا فنجان اللي هو يسموه هذا الفنجان اللي عمره بيعسل ونرقله. وهاي يعرف عود، عود هاي يعرف، هي مضر بالصحة ويعرف ويدري بيها ويطبق. نعم نعم، بما انه هو يعرف ومستمر على التدخين، احنا اليوم المفروض نعاقبه وننهي هذا الموضوع نهائيا. هسه احنا شو نسوي؟ راح اكيد بزميلنا ياسر. يا اهلا وسهلا يا ياسر، صباح الخير. صباح الخير، صباحك. صباحكم زملائي الاعزاء. ليه جاي متاخر؟ والله سبب الازدحامات. انا بالبدايه اقول لك الله بالخير. الله بالخير والعافيه. اهلا وسهلا. صباحكم احبتي مشاهدي ومتابعي قناه زاغروس الفضائيه في كل مكان. يوم جديد وبدايه اسبوع جديد، نتمنى لكم مشاهده ممتعه وكملوا فقراتكم. وان شاء الله انا على الفقرات اللي بعدنا ان شاء الله.